انا ما تخرب انت هلي الاخرى لك. وانا جيت باش اعطيكم شرب بسيط وما باش تكون هزه. شكرا. الله يسلمك. اسمع عبد العزيز كيجا خارج الجو راه يحسب بها. يحسب بها ما دور علينا. صح قعدت نتفكر قلت كيفاه ينوزا يسبيكي غدا واحد الخضار احسن ثلاثة سميه وليك دوزيام راه عبد الحميد معاه او راه مع ولد مالك ولد مالك ايه الله حنا نسميوه يوسف مشاو لو 23 اها لو 23 راح الحاج عثمان و لو 26 راح عبد الحميد دوزيام جروب سيتي بريفي باش يحاولوا يرجعوا من هنا ويديروا ديبا. نخرج ما نخرجش. قال لي قعدوا سمانه في المدينه. هما راحوا ديريكت لجدة. راحوا جدة ديريكت محاربوا في الطيارة. حاربوا في الطيارة. قال لي عليهم. قصوا بدلوا لهم البرنامج تاع الروتات. انا بالك شفت كيما صار تاع الشوي تاع الاخر. انا ما واحد اخر. حاجة ايه. هذه في رمضان. راني جاي. والله هذيك المرة قلت له اسمع بعد ما رحنا عند ابراهيم قال لي جيبوا ودير في موسى قال لي جيبوا سوا عيط لي في التليفون عيط لي قال لي autorisé le directeur la cohésion الله
من هذا هو واحد المنبر تاع الامام كاين كولوار هذا كيروح دي راك دخلت على مش كما على هذه انا قلت لك تحكي تحكي تو بيك تصلي فيك المنبر اسمع المنبر منه المحراب من هو المنبر هذا المنبر هو المحراب منا وكان محراب من هذا المنبر مجي من جهه اخرى ومازال كاين محراب واحد اخر كاين واحد اخر هاي هو في الكولوار هذا الكولوار جاي قبل المحراب وعلى بعده يقول خلي يقول في الحاجه اللي يقول ما بين المنبر مع ربي جربات المره اللي جنا هذه كان الله اسمع من خرجه تاع هذيك بين البيت والمحراب بصح دروك بين هاول المنبر هاول المنبر اللي كنا نشوفوا فيه وهاو محراب الرسول عليه الصلاه والسلام شوف وين المحراب باش شوف المنبر هذوك على عند الله شان ثم شوف المنبر هذا قدامه مازال براس الامام مازال هذا ما عندناش شنو الروضه هذا هو الروضه خير مدهوره وقدامه كاين المحراب هذا زعما باش يخليو البلاصه كل واحد يصلي زعما داخل في المحراب هذا شفت هذا طيرت البلاصه قول او طارت لي البلاصه علاش تحكي تحكي والله تصلي والله انا في 85 والله طارت لي طارت لي انا خلاص باش تلقى البلاصه تروح على الساعه تاع الصباح انا اسمي يوزر دو يوزر دو لا يوزر دو لا سمو تليفون باش نعرف لا بيان باركين تليفون